السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في قناه مطبخ سميره. اليوم البنات غندير لكم واحد الحلوه اللي كتجي اكثر من رائعه، سهله في التحضير، مكونات بسيطه بدون زبده، غير بيضه واحده كنضيف لها شي مكونات اللي كتجي منها رائعه، كتجي معلكه وكتجي هشيشه كتذوب في الفم. قوموا معايا شوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير في الوجبه ممتعه، وما تخرجوش عليا باللايك الا عجبكم بطبيعه الحال، وتبارطاجوا مع الاصدقاء والاحباب باش تعملوا فائده. وكنشكركم بزاف، جزاكم الله عنا خيرا في وجبه ممتعه. بسم الله، غادي نبدا على بركه الله. بالنسبه للمقادير كما تشوفوا مقادير بسيطه وسهله، وكتجي واحد الحلوه اللي رائعه. عندي هنايا 80 غرام ديال الكاوكاو او الفول السوداني اللي محمر بالقشور ديالو، حمرته في الفرن وهرمشتو هكذا بالقشور، داك القشور الاحمر كنخليوه فيه. عندي هنايا نصف كاس ديال السكر ما يعادل 70 غرام، تقدروا تزيدوا الا كتعجبكم الحلاوه بزاف. عندي 150 مللتر ديال الزيت، زيت العاديه، قبصه ديال الملح، عندي واحد 4 غرام ديال الخميره ديال الحلوه او بيكنج باودر، عندي ملعقه كبيره ديال الجبن، اي جبن عندكم، هاد الجبن كيعطي واحد المذاق زوين وكتجي الحلوه معلكه. عندي 60 غرام، انا درت هاد الجبن، غير كيكون هكا جبن كريمي ديال الخبز، اي جبن، تقدروا ديروا المثلث او المربع، مهم اي جبن عندكم كتفضلوه. عندي هنايا واحد البيضه بحراره الغرفه، عندي هنايا نصف كاس ديال الزبيب او العنب المجفف اللي طحنتو، تقدر تقطعو غير بالسكين، مبغيتش تحنوه، ملي كنطحنو هكا كيجي الحلوه ديالها معلكه وكتجي زوينه. ما يعادل نصف كاس ما يعادل واحد 60 غرام. وعندي هنايا الدقيق على حسب الخليط ما يعادل واحد 300 غرام، غنديرو نقول لكم شحال ديال الدقيق. صافي، دابا غندوز للطريقه. غادي ندير هاد السكر، قبصه ديال الملح، غادي نضيف الزيت، صافي كتخلط السكر مع الزيت حتى كيتنسجموا هكذا. نضيف البيضه، حلوه اللي ساهله وكتجي لذيذه بزاف. كتجي يعني هشه وكتجي يعني معلكه بهذاك العنب المجفف اللي كنطحنوه، حتى داك الجبن كيعطي لها واحد التعليكه، واحد المذاق زوين. صافي كنخلطو هكا حتى كيولي الخليط هكا بحال يعني كريمه، كينسجم داك السكر كيدوب مع البيض الزيت. غنضيف دابا الدقيق شويه بشويه، دائما الدقيق بالنسبه للمتدعب كديرو شويه بشويه حتى كتجمع لكم العجينه. صافي ملي كيولي هكا الخليط يعني ماشي قاسح، ماشي يعني غادي مازال غادي نزيدو له الدقيق. صافي دابا كندير هذاك العنب المجفف او الزبيب اللي كمطحون، وهذاك الكاوكاو او الفول السوداني مع هذاك 60 غرام ديال الجبن. غادي نزيد هذيك 4 غرام ديال الخميره ديال الحلوه او بيكنج باودر. صافي غادي نجمع العجينه، ندخل كلشي هاد العناصر اللي كيعطي واحد المذاق رائع، وكتجي الحلوه ديالنا معلكه. صافي حتى كيتخلط كلشي هاد العناصر، فدابا نبقى نزيد الدقيق حتى كتجمع لي معايا العجينه. الحلوه دائما خصها تكون ما تكونش قاسحه باش كتجينا ناجحه بالنسبه للمبتدئات.
صافي ملي جمعت العجين ديالي خصها تكون هكا يعني رطبه وهشيشه. صافي دابا غادي ندير التسنيه، درت فيه ورق ديال الزبده ولا كدهنوا اللي عندكم. صافي غادي نبدا نشكلها، الحجم كيبقى اختياري الحجم اللي بغيتو، ديرهم صغار او كبار، انا غنديرهم شويه متوسطين. صافي كنحطهم هكا في السنين، الفرن درتو يسخن باش ملي نكمل كنبقى يعني الفرن واجب مابقاش عاد نستنى. الدقيق غدات لي انا 250 غرام ديال الدقيق، ما يعادل جوج كيسان ونصف. صافي كنكورو هكا كيما كنديرو للغريبيه، الطريقه راه سهله بسيطه. صافي ملي كملت تشكيل الحلوه ديالي راه كتوجد بسرعه، كيما كتعرفوا التشكيل ديال الكبتكور كيجي ساهل. عندي هنايا شويه الفول السوداني او الكاوكاو اللي خليته هكا بالقشور ديالو. صافي كتبقى كتزين، كنديرو هكا حبه في الوسط. نتوما الا بغيتوش تقدر تصغنو عليه ولا كتقدروا ديروا اللوز، زين دائما كيبقى اختياري بهذه الطريقه، كيعطي واحد الشكل زوين. كتحطوهم هكذا، وغنديرهم اللي غادي نكمل غنديرهم في الفران يطيبوا على 180 درجه تحت الفوق حتى غادي تحمروا ونرجع معكم. هاي البنات الحلوه ديال اللي ملي طابت وتحمرت كتجي رائعه، كتجي هشيشه ومعلكه، واحد المذاق اللي ما نقولكمش، كتجي زوينه بزاف. كما شفتوا طريقه سهله، وحتى المقادير شوفوا البنات اللي كتجي معلكه، يعني واحد التعليكه ما نقولكمش، وكتذوب في الفم يعني كتجي زوينه زوينه بزاف. كما كتشوفوا كتجي محمره وكتجي هشيشه وزوينه بزاف، يعني واحد الحلوه كما شفتوا ساهله، وكنضيفوا لهذيك المكونات اللي كيعطي لها واحد المذاق اللي زوين، وفي نفس الوقت كتجي يعني هشيشه ومعلكه. نتمنى تجربوها وتعجب لكم، انا متاكده غادي تعجبكم. وما تبخلوش عليا باللايك الا عجبتكم تابعه الحلقه، بارطاجيو مع الاصدقاء والحباب باش تكون فائده، وكنشكركم بزاف. وما تبخلوش عليا بالتعليق اللي كتشجعني باش نزيد لكم معنا اكثر، وكنشكركم بزاف بزاف، جزاكم الله عنا خيرا. حتى الفيديو اخر ان شاء الله، وصفه جديده. السلام عليكم.